شنو قال في الموضوع الأستاذ كمال بن خليل كيف كيف مش حاضر معنا اليوم لكن حب كيف كيف يتدخل ويوضح. أهلا بسلام. مرحبا بك أستاذ. أهلا. كنت نسمع في الوكيل والحقيقة استغربت من كلامه من ينجم يكون يقول في دي فيريتي لكن الجانب المتعلق بالنادي الإفريقي. ألو. أي تفضل أستاذ. أي. قلت الجانب المتعلق بالنادي الإفريقي فيه برشا تهجم على النادي الإفريقي ويكذب معناتها في الناس. احنا شوف ايش نقول لك، انا نعرف ايش قاعد نقول ومسؤولين النادي الإفريقي يسمعوا فيا. الملاعب هذايا وقت اتصلت فيه النادي الإفريقي لا عندها علم لا باتصالات لا بوثائق ستيف ولا المريخ ولا زحل ولا حتى حد، هذا وقع الاتصال به عن طريق شخص يقول لي هو كيلو السيد هذا قال انا ليبر، واكبر دليل على ذلك انه جال تونس وقابل مسؤولين النادي الافريقي. الوكيل يقول عندي موندا، عنده موندا، احنا ما لاجينا كذبناه ولا ظهر لي النادي الافريقي ولا انا كما بتاتر مقرب من النادي الافريقي لا خرجت ولا قلت هذا مش وكيل ولا ما عندوش موندا. دونك موضوع الموندا وموضوع انها تهم اسيا وتهم افريقيا وتهم القمر هذا كبينه وبين الملاعب نتاعو، عنده حق ينجم. استاذ 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 اسمعني لحظه انت اسمعني باش نوضح لك لحظه قبل نوضح لك. قاعد يخلط في زوز مواضيع. لا لحظه باش تفهم الصوره. انت بعث لي راهو وثيقه والعقد اللي ما عندوش موندا على تونس ولا ليبيا، بعث لي وثيقه اللي عنده معناه هو وكيل اللاعب في كل بلاصه. ما قلناش العكس، ما قلناش العكس. وما تهجمش على الافريقي راهو ما قالش حتى شيء على الافريقي. لا قال مشى وشكينا وندرى شنو موقف وسط الحديث تفهم انت راهو. واللي قالوا القوبانتيني صحيح معناتها انا نكذب. قال انا كنت حاضر في المطار والملاعبي هذايا ومن المجالس بالامانات ما نجمش نذكر المسؤول انا اللي موجود وخذالوا الباسبور نتاعو خاطر كان ثم شخص اخر غاديكا كان حب يفك الباسبور نتاع الملاعبي. والملاعبي نسمع فيه باذني قال انا شو فينيو كلوب افريكان، ما قالش لحد اخرى. نحترموا الجمعيات الكل لكن انا كنت حاضر والملاعبي قال انا جيت للنادي الافريقي والمسؤول معناتها حتى الباسبور نتاعو مدهوله مسؤول غاديكا في المطار بعد ما سمع اللاعب وين يحب يمشي. إيه كلامك مش متخالف مع الوكيل. إيه الوكيل قال اسمعني استاذ عاد اسمعني باش نجم نحكيه. قلت لك الوكيل قال الاتوال طلعت له الفيزا والكلوب قصت له البي بعد ما جاء الاوفر نتاع الكلوب ولا يحب يمشي للكلوب معناها نفسه. انا نختلف معاه. قال الكلام اللي قاله القوبانتيني صحيح والاستاذ غلط مش صحيح. احنا ما حاولناش الوجهه. دونك انا البارح كي قلت راه ما صارش تحويل الوجهه راني نعرف ايش قاعد نقول. النادي الافريقي ما عنده علم بحتى مفاوضات وكي جاء النادي الافريقي قصد له البي باش تفسر انه ما صححش التو. ما صححش على خاطر الكلوب افريكان جوستومون فيها اداره قانونيه. انا ما كانش عندي الحق نحكي التفاصيل لكن النادي الافريقي تفطن الى انه السيد هذايا ما نحبش نقول له كلام خايب لكن يلعب على حبلين. الناس تريثت بطبيعة تخرج حكايتها ما الناس تعرفش تعمل. لو كان جات في الفوضى القديمة بتات الرأي الكلوب صحت له راه دخلنا في إشكال كبير. النادي الإفريقي تريثت والهيئة نتاعو تريثت والهيئة القانونية تريثت باش يشوفوا الوضعية بالضبط وين توصل. أما أنه نوصلوا أن نتهموا النادي الإفريقي هاي ندرى شنو هذا مش معقول وما يجيش. تحب تشكي بالملاعب أنت كوكيل أعمال وهذا حقك ما يجادلك فيه حتى حد لكن ما تقولش النادي الافريقي دخلت والنادي الافريقي ندرى شنو وخوه فكلوا فما ايحاءات في الكلام ماهيش معقوله. النادي الافريقي اتصل بالملاعبي هذايا ما عنده حتى خلفيه ودليلنا على ذلك انه كي اتضح انه ثم امور مش هي النادي الافريقي ضرب فراء لتتضح الرؤيه. واضح. يعطيك الصحه استاذ. تو نحاول نتصلوا.